لمناقشة موضوع تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول المحلل السياسي اليمني الأستاذ هاشم الزيادي. أستاذ هاشم، بداية مرحبا بك. الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي أعلن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة معين عبد الملك سعيد ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي لأول مرة وفق اتفاق الرياض. يعني بعد تعثر دام أكثر من عام، يعني ما هي مآلات تشكيلها؟ هل يمكن القول أننا نشهد اليوم توحيد صفوف الشرعية؟ كيف تنظر إلى هذه النقطة؟ في البداية شكرا لكم على الاستضافة. في الحديث عن الحكومة اليمنية والإعلان عن تشكيلها البارحة، هناك في البداية ثلاثة جوانب علينا معرفة ما هي، وأيضا الأسس التي قامت عليها الحكومة اليمنية الجديدة التي تم الإعلان عنها. الجميع يعرف أن الحكومة التي تم تشكيلها مؤخرا هي نتاج لاتفاق الرياض الذي تم توقيعه في العام الماضي، وتحديدا في نوفمبر بعد انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية في عدن. وبعد ذلك كان من المفترض أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال شهر، إلا أنه بسبب المماطلات بين الجانبين وعدم الاتفاق تم الاتفاق مرة أخرى على آلية تسريع هذا الاتفاق في يوليو الماضي من هذا العام. طبعا هناك كثير من البنود شملها هذا الاتفاق الأخير، منها انسحاب القوات العسكرية من عدن وفصل القوات في أبين. حتى الآن لم نشهد انسحاب حقيقي من المواقع العسكرية في أبين من الطرفين. إضافة إلى ذلك، ما زال قوات المجلس الانتقالي تسيطر على مدينة عدن. بند آخر كان يتعلق بضرورة إرجاع الوضع على ما كان عليه في محافظة سقطرة وفي جزيرة سقطرة، ما زال المجلس الانتقالي يسيطر عليها. الحديث الآن عن أن المكونات السياسية اليمنية بمختلف أطيافها قد اتفقت وأصبحت توجه هدفها الرئيسي لمواجهة الحوثيين ليس دقيقا بالمرة. ما زالت المماحكات السياسية، ما زالت المواجهات العسكرية، ما زالت التطفيات موجودة بين المجلس الانتقالي وبين الحكومة الشرعية بمختلف مكوناتها. عندما نتحدث الآن عن مؤشرات نجاح الحكومة في الأيام القادمة، علينا أن نتحدث عن ثلاث الجوانب التي ذكرتها في البداية: الجانب العسكري والجانب السياسي والجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي الآن هو أبرز نقطة الجميع يحاول التركيز عليها، على أساس أنه الريال اليمني تدهور خلال الفترة الأخيرة وفقد ما يقارب 400% من قيمته أمام الدولار، وبذلك ألقى بظلاله على المواطنين. الآن المواطنون ينتظرون ما الذي ستحمله الحكومة الجديدة من خطط وبرامج. حزب الإصلاح والمجلس الجنوبي الانتقالي، يعني رغم اختلافهما إلا أنهما يعني عماد الحكومة الجديدة إن صح التعبير، ما هي فرص نجاح إعادة دمج الفصائل المسلحة في جسم واحد؟ يعني الحديث عن وجود حقيقي لحزب الإصلاح في الحكومة ليس دقيقا بالمرة. الحقيقة حزب الإصلاح يتواجد فقط بحقيبتين ثانويتين موجودة في الحكومة الجديدة. المجلس الانتقالي لديه أربع وزارات بعضها إرادية مهمة داخل الحكومة. الحديث عن وجود مصالحة بين المجلس الانتقالي والإصلاح، علينا أن ننظر إلى القوى الداعمة لهذه أو الجهات أو القوى الإقليمية الداعمة لهذه القوى المحلية الموجودة. ما زال الخلاف الإماراتي مع الإخوان المسلمين الذي ينظر للإصلاح بأنه الذراع السياسي لهذا التنظيم في اليمن ما زال على أشده، وما زالت هناك عملية تصفية تطال قيادات في الحزب في عدن وفي المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها القوى المدعومة من الإمارات. حالة الاحتقان بالتأكيد ما زالت موجودة، لكن سننظر خلال الأيام المقبلة هل ستعود الحكومة إلى عدن وستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي الذي يفترض أيضا أن يعود إلى عدن وأن لا يظل في الرياض. هل فعلا سيعود مجلس النواب وسيمارسون دورهم التشريعي والرقابي على هذه الحكومة؟ طيب. إن استوفت هذه النقاط فنستطيع أن نقول الحكومة ستنجح. إذن أستاذ هاشم، أيضا يعني رئيس مجلس الوزراء اليمني قال إن أمام الحكومة الجديدة مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي،
كيف سيكون وقع ذلك على ميليشيا الحوثي؟ في الحقيقة يعني أن يأتي هذا التصريح من دكتور معين عبد الملك رئيس الحكومة مرة أخرى، أنه رئيس الحكومة خلال السنتين الماضيتين، فهو مغاير لما عرف عنه. بداية السنتين الماضيتين تحدث أنه لا دخل له بالملف السياسي والعسكري، وأنه سيكرس جهوده فقط على الجانب الاقتصادي، أي لا علاقة له بالمعارك التي تدور مع ميليشيا الحوثيين هناك في الجبهات المختلفة. هذا التصريح تحول محوري، فهل يمكن اعتبار هذا التصريح فعلا توجه جديد لحكومته الذي سيقودها هو، أم أنها مجرد ترديد لهذه العبارة التي تردد على مدى 5 سنوات؟ لكن في كل الأحوال توحيد المكونات السياسية التي تعارض الحوثيين توحيد حقيقي وصادق ونية صادقة من التحالف العربي الذي يتكون من السعودية والإمارات في تحقيق أهداف التحالف المعلن عنها في البداية، بالتأكيد سيكون له أثر كبير في اندحار الحوثيين من محافظات كثيرة وأيضا عودة السلطة الشرعية. واضح. أستاذ هاشم، أيضا يعني في نقطة أخيرة، المجلس الجنوبي الانتقالي أعلن انتهاء تموضع قواته المنسحبة من أبيان، يعني ما هي الضمانات التي تمنع المجلس الجنوبي لاحقا من مواصلة سعيه وراء الانفصال؟ في البداية لا توجد هناك معلومات مؤكدة إن كان قد انسحب أو لا. المعلومات المتوفرة حاليا ما زال يسيطر على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان، ما زالت القوات العسكرية القوات المحلية الأمنية التي كان يفترض أن تدخل زنجبار لم تدخل حتى الآن. كان يفترض أيضا أن ينسحب أو القوات العسكرية الثقيلة أن تنسحب من مدينة عدن، لم تنسحب حتى الآن، ولم يتم تنفيذ البنود المتعلقة فيما قبل تشكيل الحكومة أو ما قبل الإعلان الحكومة. فالحديث عن ضمانات لا يمكن تحقيقها. السعودية تعتبر هي الضامن الرئيسي لتنفيذ هذا الاتفاق، لكن السعودية أيضا هي غير قادرة على ضمان تنفيذ هذا الاتفاق. المجلس الانتقالي ما زال يملك قوة عسكرية كبيرة ربما تفوق القوة العسكرية التي تمتلكها الحكومة، وبإمكانه في أي وقت أن يقلب الطاولة على الجميع. نشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي اليمني الأستاذ هاشم الزيادي، كنت معنا من مدينة اسطنبول.